لاختيار الزي الجديد لفريق الكرة، سيد عبد الحفيظ ومعاه أمير توفيق مدير التعاقدات، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومعاه أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، النهاردة راحوا الإمارات أو طاروا الإمارات لاختيار الزي الجديد للنادي الأهلي أو الخامات لتيشيرتات النادي الأهلي بتاعة الموسم اللي جاي إن شاء الله بدري كده، بدري عشان ما يبقاش فيه أي زنقة، ما يبقاش فيه أي مشكلة، يعني يبقى اللبس متوفر ومتوفر بكثره كمان. تعرفين النادي الاهلي بيبقى داخل في مسابقات كتير وداخل في بطولات كتير ما شاء الله، محتاج يبقى عنده لبس كتير جدا، غير بقى المحبين وغير الهدايا اللي بتطلع من تيشيرتات النادي الاهلي القيمه جدا اللي بيتمناها اي حد بصراحه. يختاروا الخامه ويختاروا تصميم التيشيرت الجديد، وان شاء الله تكون حاجه تليق باسم النادي الاهلي وبشركه امبرو، الشركه الكبيره جدا في انجلترا. فريق النادي الاهلي بيعود للتدريبات ومحاضره فنيه من لاسارتي، كانت مباراه مهمه جدا امام الجونه، الاهلي كان متاخر بهدف لكن الحمد لله قدر يقتنص 3 نقاط كانوا مهمين جدا في مشواره في الدوري العام. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالمجهود ده وبالصحوه بتاعه النادي الاهلي اللي متعودين عليها دايما وباملنا وعشمنا في الفرقه ان شاء الله يكون الدوري في الجزيره باذن الله هذا العام. لاسارت اتكلم عن مباراة الجونة الأخيرة وأكيد هيتكلم عن مباراة بتروجيت إن شاء الله تكون في استاد بترو سبورت يوم الاثنين يوم 4، وهقول لكم برضو خبرها. كان المفروض في استاد السلام لكن اتنقلت المباراة لبترو سبورت، والحمد لله بدأنا نتعرف على الملعب وبدأنا نحفظ الملعب والحمد لله بنحقق عليه دلوقتي مكاسب، إن شاء الله يكون مكسب مهم إن شاء الله في المباراة القادمة. لكن لاسارت اتكلم عن المباراة اللي فاتت واتكلم عن سلبياتها وإيجابياتها واتكلم على قد إيه إن المشوار صعب ولازم نكمله بنفس الصح ونفس القوة اللي احنا ماشيين عليها وإن شاء الله تستمروا عليها. ده كان كلام لاسارت التحفيزي للاعبي النادي الأهلي اللي هم متحفزين إن شاء الله بالفعل. عمرو جمال بيبدأ تدريبات الجري حول الملعب، عمرو جمال كان عنده شد في العضلة الأمامية طولت شوية الإصابة، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا. كمان الشناوي كان بيعاني في إجهاد في العضلة الضمة، وعارفين إن الشناوي قلت لكم قبل كده شخصيته ما بيحبش يقعد، حتى لو عنده شد عنده مش عارف إيه ممكن ينزل ويدوس على نفسه، لكن الموضوع كان زاد شوية فاضطر إن هو يقعد شوية. شريف إكرامي كان ما شاء الله في المباراة اللي فاتت، عايزين كل حراسنا بصراحة معاهم كمان علي لطفي يكونوا كمان قد المسؤولية وكلهم يكونوا جاهزين يعني في قمة الجاهزية بتاعتهم للمباريات القادمة بإذن الله. عاشور وسليمان، وليد سليمان والنجم حسام عاشور بيواصلوا برنامجهم التأهيلي، لعيبة كبيرة جدا جدا لازم يكونوا موجودين في الفترة اللي جاية بإذن الله. خلاص قربت المسافات ان شاء الله تلاقيهم في المباريات المقبله. بترو سبورت قلت لكم خلاص بيستضيف لقاء الاهلي وبتروجيت ان شاء الله يوم 4 مارس المقبل، وان شاء الله مباراه مهمه مباراه صعبه. بتروجيت بيعاني معاناه كبيره جدا جدا، بتروجيت عنده مكاسب الفتره اللي فاتت مع مديره الفني الجديد، لكن مباراه الاهلي مختلفه تماما. ان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الاهلي وبتروجيت، ان شاء الله يكون الاهلي حليفه التوفيق في هذه المباراه ويكونوا في صحوتهم اللي احنا تعودنا عليهم. يلا نطلع بسرعه فاصل عشان نستقبل الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفه الاهرام الاستاذ نبيل عمر في ضيافه النجم الكبير الزميل محمد الجندي، استنوهم بعد الفاصل.